السلام عليكم. بوسع النبات الجليلي أن يترعرع بين أصابع كفي ويرسم. يسألون عن الأرض، هل نهضت طفلة الأرض؟ هل عرفوك لكي يذبحوك؟ وهل قيدوك بأحلامنا فانحدرت إلى جرحنا في الشتاء؟ وهل عرفوك لكي يذبحوك؟ وهل قيدوك بأحلامهم فارتفعت إلى حلمنا في الربيع؟ أنا الأرض يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها، احرثوا جسدي. أيها الذاهبون إلى جبل النار، مروا على جسدي. أيها الذاهبون إلى صخرة القدس، مروا على جسدي. أيها العابرون على جسدي، لن تمروا. أنا الأرض في جسد، لن تمروا. أنا الأرض في صحوها، لن تمروا. أنا الأرض يا أيها العابرون على الأرض في صحوها، لن تمروا، لن تمروا، لن تمروا. كانت هذه كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في وصفه أرض فلسطين وفي ذكرى يوم الأرض، يوم امتزجت دماء ستة من أبناء شعبنا بثرى الأرض، عندما حاول الاحتلال قبل 43 عاما مصادرة 21,000 دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها في الجليل. تم إعلان الإضراب العام الشامل في 30 من آذار احتجاجا على سياسة مصادرة الأراضي العربية. خرج الآلاف في مظاهرات جابت أنحاء البلدات العربية المحتلة وانضموا إلى الإضراب. جرت إضرابات تضامنية أيضا في وقت واحد تقريبا في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات. كان رد سلطات الاحتلال عنيفا كالعادة، فقد واجه صدور الرجال والشبان العارية بالرصاص الحي، كما اجتاحت قواته مدعومة بالدبابات والمجنزرات القرى الفلسطينية والبلدات العربية، وأخذت بإطلاق النار عشوائيا، فارتقى الشهيد خير ياسين من قرية عرابة. بعد انتشار الخبر صبيحة اليوم التالي في 31 من آذار، انطلقت الجماهير في تظاهرات عارمة، فارتقى 5 شهداء آخرين وعشرات الجرحى والمصابين. شهداء يوم الأرض هم الشهيد خير ياسين من قرية عرابة، والشهداء خضر خليلة وخديجة شواهنة ورجاء أبو ربا من قرية سخنين، والشهيد محسن طه من كفر كنة، والشهيد رأفت الزهيري من قرية عين شمس استشهد في الطيبة. واليوم وبعد 43 عاما على هذه المجزرة، بقي الفلسطيني وجها لوجه مع المحتل، فيما نتابع الآن مع شبكة مراسلينا المنتشرة في معظم مناطق التماس مع الاحتلال، نتابع معهم آخر المستجدات في يوم الأرض الفلسطيني. تنضم إلينا من الجليل، نرحب بك إذن معنا سلام مشرقي، من الطيبة معنا أنس غنايم، ومن غزة محمد أبو حطب، ومن مدخل البير الشمالي علي دار علي. أهلا بك سلام مشرقي، بعد 43 عاما على محاولات الاحتلال جعل الفلسطيني ينسى ما كان يرمز له هذا اليوم، ما دلالات الاحتفاظ الفلسطيني بذكرى هذا اليوم، وكيف يحيي الفلسطيني اليوم في المنطقة التي تتواجدين بها هذه الذكرى؟ تفضلي. نعم، أهلا بك مالك وبكافة المشاهدين. بالفعل نحن ننضم إليكم من بلدة كفر كنة في الجليل، هذه البلدة التي ارتقى ابنها شهيدا في أحداث يوم الأرض، وأثبتت اليوم وما زالت وكافة البلدات العربية تثبت بأن 43 عاما لم يكونوا كفيلين بدمل هذا الجرح الذي ما زال مستمرا، وتحديدا في ظل الممارسات الإسرائيلية المستمرة والتي ما زالت حتى اليوم تستهدف الأرض والمسكن. نحن وإياكم من كفر كنة في الجليل، من هذا المكان الذي به انطلقت قبل دقائق مظاهرة من الضريح هنا من النصب التذكاري خلفي حتى المقبرة التي يعني يتواجد بها ضريح الشهيد ابن بلدة كفر كنة محسن طه. ومعي هنا للحديث أكثر عن يوم الأرض، فعاليات يوم الأرض وكيف يحيي الفلسطينيين داخل الأخضر هذا اليوم، السيد محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا جماهير العربية داخل الخط الأخضر. أهلا بك سيد محمد بركي. إذن يوم الأرض ماذا يعني للفلسطينيين داخل الخط الأخضر وكيف يتذكرونه اليوم؟ يوم الأرض هو يوم مؤسس في تاريخ الكفاح الوطني لأبناء شعبنا في الداخل، وتحول إلى يوم وطني لكل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده. مسيرة جماهيرنا الفلسطينية في الداخل تقاس إلى ما قبل يوم الأرض وما بعد يوم الأرض. قبل يوم الأرض كانت إسرائيل ما زالت متوهمة بأنها تستطيع أن تكوي وعي هذا الجمهور الفلسطيني وتحوله إلى شكل من أشكال ما يسمى بعرب إسرائيل. يوم الأرض أجا يشكل انتفاضة
على محاولات التدجين الصهيونية، كان انتفاضة على مصادرة الأرض، وانتفاضة من أجل تثبيت القول الجماعي لهذه المجموعة الفلسطينية والتمسك بهويتها الوطنية والتمسك بلغتها. لكن هنالك عناوين ليست لا تدخل في باب الذكرى، هنالك عناوين معايشة على الواقع وتحديات وأخطار، قضايا هدم البيوت، قضايا قانون القومية، مصادرة الأراضي، تضييق الخناق على قرانا، التحريض العنصري على جماهيرنا الفلسطينية في الداخل. هنالك من يعتقد أنه يستطيع أن يبني مجده السياسي مثل نتنياهو من خلال التحريض علينا، هو الإرهاب الذي ينعتنا بالإرهاب. هنالك قضايا تخص شعبنا عموما، اليوم هنالك مليونية العودة في 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 غزة، نحن قلوبنا وضمائرنا شاخصة إلى هناك، وخاصة إذا القلق من إمكانية أن تغرق إسرائيل هذه المظاهرات السلمية بالدم. أيضا ما تتعرض له مدينة القدس، ما يتعرض له الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية في كل ما يتعلق في توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، كل أيضا قضية شعبنا في مناطق الشتات وحق العودة التي يجب أن لا نتنازل عنه للحظة، كل هذه الأمور مجتمعة تشكل أساسا متينا لنضالنا في يوم الأرض. فيوم الأرض هو نعم إحياء لذكرى، لكن هو أيضا يوم كفاحي نضالي حول القضايا والأخطار التي نواجهها. سيد محمد بريك، يعني ذكرت قضايا التضييق، المصادرة، كل هذه القضايا الموجودة اليوم وهي جميعها موجودة على جدول إحياء الذكرى في هذا العام. صحيح يعني هناك أكثر من مظاهرة ومسيرة وحدث في أكثر من مكان، حدثنا أكثر عن هذه القضايا. يعني نحن لمسنا في الأيام الأخيرة أو شاهدنا هدم في منطقة قرية عرعرة، كان في هدم في رهط، هناك كان تهديد بالهدم في قرية الرامة لولا الهبة الشعبية التي جاءت وتصدت للجرافات وللقوات التي جاءت لتمارس هذه الجريمة. عمليا اليوم في 50,000 بيت في المجتمع العربي هي بدون ترخيص كما يقال كما تسمى، وهي مهددة بهذا الشكل أو بشكل آخر. الكارثة الكبرى هي في النقب حقيقة. يعني حسب إحصائيات 2018 تبين أن إسرائيل تهدم بالمعدل كل 6 ساعات بيت في النقب، كل 6 ساعات. هذا أمر مذهل لا يقبله عقل، لا يتصوره منطق. فهذا يعني أمر نحن لا نستطيع أن نتعايش معه. صحيح أن هذه مواجهة ضارية، وصحيح أن السلطة الإسرائيلية تتمتع بقدرات وبقوة ومش عارف إيش، لكن نحن نتمتع بثقتنا بمستقبلنا وبأنفسنا وبأننا سنصمد وسنتقدم وسنتصدى ونفشل هذا الطغيان وهذه العنصرية. قانون القومية جاء ليتوج كل هذه الأمور ويضعها في قالب قانون دستوري، وأعتقد أنه هذا إلى جانب كونه خطر كبير وإلى جانب مثير للقلق، لأنه يشكل أيضا فرصة بمفهوم أن إسرائيل بدأت تعترف فيها بنفسها من خلال قانون دستوري سنته لنفسها بأنها تعرف نفسها كدولة عرقية. هذا الأمر يجب أن يجوب العالم كله من أجل إدانة هذه المؤسسة الفاشية العنصرية. سيد محمد بركي، يعني نختم ببرنامج إحياء الذكرى، ما الذي ينتظرنا في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة؟ حتى برنامج يوم الأرض بدأ أول أمس حقيقة في مظاهرة في قلنسوة، أمس كان في طنطور في منطقة جديد المكر، هذه المدينة اللقيطة التي يحاولون بناءها. اليوم صباحا كنا في مدينة الطيبة حيث سقط شهيد ابن مخيم نور شمس رأفت الزهيري. الآن نحن في كفر كنا، من هنا سننطلق. قبل ذلك كان في رهط أيضا مظاهرة في حي العتايقة التي هدمت بيوتها قبل عدة أيام. اليوم في 4:30 ستكون المسيرة المركزية الجبارة في مثلث يوم الأرض في مدينة سخنين. نحن نتوقع أن تستقطب هذه المظاهرة عشرات الألوف، وأريد أن أعلن من هنا من تلفزيون فلسطين أن المظاهرة ستسير مهما كانت أحوال الطقس، يعني يكون واضحا، يعني اللي بده يجيب شمسية، اللي بده يجيب معاطف واقعية يجيب، أما المصير ماشي. غدا ستكون وقفة عند مفترق لهافين في الجنوب حول قضية العراقيب، ثم سنقوم بإيقاد شعلة البقاء والصمود الشهرية في قرية العراقيب. سيد محمد بركي، رئيس لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية داخل الخط الأخضر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ببث حي ومباشر في برنامج مراسلون في الميدان. إذن مالك وكافة المشاهدين أيضا كما سمعتم، نعم، من النقب حتى قلنسوة وحتى المكر، في كل مكان سياسات استهداف الأرض والمسكن ما زالت مستمرة، الأمر الذي يخرج اليوم يعني الأهالي من بيوتهم، ونحن بانتظار مسيرة ألوفية في تمام الساعة
الساعة 4:30 نعم. في سخنين، ويعني تكاملا مع برنامج إحياء ذكرى يوم الأرض داخل الخط الأخضر. بالتأكيد سنبقى معك على تواصل دائم. سلام مشرقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كفر كنا، شكرا على كل هذه التفاصيل. ننتقل الآن إلى أنس معنا من الطيبة. أهلا بك أنس. إذا أيضا الذكرى 43 هي في معظم المناطق الفلسطينية في الداخل، في الضفة وغزة والقدس ومعظم المناطق وحتى في الشتات يحيى هذا اليوم. ما الدلالات التي يحملها هذا اليوم بالنسبة للمواطن الفلسطيني، وعلى ماذا يرمز، وما أهمية إحيائه بعد كل هذه السنوات؟ نعم، تحية لك زميلي مالك وللسادة المشاهدين ولكافة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. بالطبع 43 عاما على ذكرى يوم الأرض، هذه المجزرة التي ما زالت حية في داخل قلب كل فلسطيني هنا في الداخل وفي كل مكان في هذه الذكرى. وكل سنة يجدد الفلسطينيون في الداخل هنا ولاءهم وعهدهم للأرض، ويؤكدون رفضهم لكافة المخططات التعسفية والعنصرية الإسرائيلية التي تستهدف الأرض هنا والإنسان الفلسطيني بشكل خاص. اليوم بطبيعة الحال كان حافلا بالفعاليات والنشاطات المختلفة التي امتدت على كافة أبناء بلدات الداخل الفلسطيني. هنا في مدينة الطيبة كانت منذ الصباح، انتهت قبل قليل ما يقارب الساعة، فعالية يوم الأرض التي خصصت لتدشين ميدان الشهيد رأفت الزهيري الذي قضى هنا في مدينة الطيبة، وهو من مخيم نور شمس. في هذه الفعالية شارك عدد من أهالي الطيبة والبلدات المجاورة إلى جانب عدد من القيادة السياسية، بالإضافة إلى ذوي الشهيد رأفت الزهيري الذين قدموا خصيصا للمشاركة ولوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري الذي موجود هنا في مدينة الطيبة لهذا الشهيد، رمزية خاصة إذ أنه هو كما ذكرنا من مخيم نور شمس قضاء طول كرم وقضى نحبه هنا في مدينة الطيبة. هذا يدل على لحمة الدم الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ويدل أيضا على أن الأرض هي يعني هي الأرض ثمينة وغالية على كل فلسطيني، والمطلوب في حال تم استهداف هذه الأرض التحرك سريعا من أجل دحر هذا الخطر الذي يستهدف الأرض. نعم. في أينما أنس كانت أنس الحديث أكثر حول. نعم أنس، قبل أن تذهب إلى ضيفك، هل من ربما فعاليات ستشهدها الطيبة في باقي هذا اليوم؟ هل ربما من برنامج تم إعداده؟ يعني قبل الذكرى كان هناك فعاليات على مدار أسبوع في المدارس في المراكز التربوية حول هذه الذكرى وحول أهمية الأرض والحفاظ عليها والتمسك بها، وكذلك أيضا هناك فعاليات لتوعية الطلاب والجيل الجديد حول المخاطر التي تستهدف الأرض وأهمية الصمود والرباط والثبات على هذه الأرض. نعم. والوقوف في وجه كل هذه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف كما ذكرنا الإنسان والأرض. هذه الفعالية التي كانت هنا في صباح اليوم هي توجت الفعاليات التي سبقت الذكرى اليوم، وكما ذكرت كان هناك برنامج حافل تخلله خطابات وأيضا وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري. نعم، بإمكانك إذا أنس أن تتابع ما لديك وما في جعبتك أيضا إذا كان معك ضيف. نعم، سننتقل الآن إلى رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصار وللحديث أكثر حول أهمية إحياء هذه الذكرى في مدينة الطيبة، وكم يعني مهم أن يحيي شعبنا هذه الذكرى بعد 43 عام.
أولا تحية من الطيبة، طيبة بني صعب في الداخل الفلسطيني. طبعا كل عام أهالي الطيبة والمنطقة يحيون ذكرى يوم الأرض الخالد، وخاصة أن هذا البلد ضحى بشهيد يوم الأرض السادس وهو المرحوم رأفت الزهيري في هذا المكان، فكان لابد للطيبة وبلدية الطيبة أن تستمر في العطاء وتخليد هذه الذاكرة في ذهون الأجيال القادمة. اليوم افتتحنا ساحة الشهيد رأفت زهيري في الحلة الجديدة كما ترون. في بلدية الطيبة استثمرت مئات الألاف في هذا المشروع. اليوم انتهت جميع الفعاليات في المهرجان السياسي في حضور رئيس لجنة المتابعة العليا للأقلية الفلسطينية في الداخل محمد بركي وقيادات سياسية. يوم الأرض في هذه الظروف التي تمر بها الأقلية الفلسطينية في الداخل هذا العام له ميزة خاصة. القدس تدنس، المسجد الأقصى يدنس، هناك العديد من البيوت المهددة في الهدم في جميع الداخل الفلسطيني والمدن المختلطة. نحن نرى الهجمة الشرسة لحكومة اليمين اتجاه الأقلية الفلسطينية في الداخل لكي ترفع شعبية هذه الحكومة. أصبح لديهم جميع الخطوط الحمراء مسموحة، فهم يخاطبون الشارع اليهودي على أنقاض أبناء شعبنا، ونحن نرى أنهم يتباهون أنهم يهدمون الإنسان قبل المكان في الأقلية الفلسطينية في الداخل. ولكن نحن نقول أننا صامدون، هذه البلاد هي بلادنا، ونحن سوف نستمر في زرع الروح الوطنية والصوت الوطني في جميع الأجيال ابتداء من رياض الأطفال حتى الشيوخ، ولن ننسى ذكرى يوم الأرض المجد والخلود لجميع الشهداء. يعني 43 عاما على ذكرى يوم الأرض، المخططات لم تتغير، الحكومات ربما تغيرت لكن المخططات والخطر ما زال يعني يحيط بالأرض الفلسطينية والمسكن. هذا صحيح، نحن نرى كقيادات أن المخططات الصهيونية لتهويد أكبر كم من الأراضي الفلسطينية في الداخل ما زالت مستمرة. نحن نرى التضييق على المدن والقرى العربية في المخططات، هناك عدة قرى ومدن لا يمكن أن تتوسع على الصعيد الخوارط الهيكلية وبناء مساحات واسعة ورقع للبناء، وهذا مخطط واضح لحكومة اليمين التضييق وحتى التهجير. ولكن نقول لهم نحن أبناء هذه الأرض، هنا باقون وسوف نستمر في النضال من أجل حقوقنا، وأهم شيء من أجل البقاء والثبات في هذه الأرض، أرض الإسراء والمعراج وأرض مولد المسيح عليه السلام. المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة، شكرا جزيلا لك. يعني كما تابعنا واستمعنا جميعا، هي الرسالة واحدة من الكل الفلسطيني حول التمسك بالأرض والوقوف والتصدي لكافة المخططات و السياسات الإسرائيلية التعسفية التي تستهدف الهوية الفلسطينية والأرض الفلسطينية. هذه الذكرى ما يميزها هي أنها يعني تعتبر ذكرى ومناسبة نضالية يلتف حولها الكل الفلسطيني، وتوصل رسالة للعالم وللمؤسسة الإسرائيلية أن هذه الذكرى وهذه المجزرة لن تموت ولن تنساها الأجيال. كل جيل سيبقى يحفظ هذه الذكرى وسيبقى يحمل نفس الهم، والرسالة الوحدوية من الجميع هي رسالة الصمود والثبات على هذه الأرض. شكرا جزيلا لك أنس غنايم، كنت معنا من مدينة الطيبة في الداخل المحتل، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى مدخل البيرة الشمالي مع الزميل علي دار علي. أهلا بك علي من جديد. علي، إذا كما نتابع في الصورة من خلفك، إذا ربما بدأت مسيرة تم الدعوة إليها في هذه اللحظات في مدينة رام الله، تفضل لك الكلمة. بداية مساء الخير لك زميلي ولكافة السادة المشاهدين. العابرون يبقوا عابرون
السارقون يبقوا سارقون لا وجود لديهم على أرضنا، أرض فلسطين. نحن اليوم هنا على مدخل الشمالي لمدينة البيري لتغطية الأحداث الجارية ضمن الذكرى 43 لإحياء يوم الأرض الخالد. هذه المسيرة التي ترونها في الخلفية المسيرة التي دعت لها القوى في المحافظة، محافظة رام الله والبيري، كما من المتوقع أن يكون هناك أيضا وصول للمسيرة التي دعت لها الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت بالقرب من حاجز ما يعرف بالدي سي او، بالقرب أيضا من ما تسمى بمستوطنة بيت إيل الجاثمة على أراضي المواطنين في مدينة البيري. يعني الاطلاع ومعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات نتحدث إلى الأخ موفق صحويل أمين سر إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيري. بداية سعدت مساء، الكلمة كلمة القوى، كلمة حركة فتح في الذكرى 43 لإحياء ذكرى يوم الأرض الخالد. في هذا اليوم نقول بعد 43 عاما على يوم الأرض، بعد ما يزيد عن 70 عاما على الاحتلال الإسرائيلي، لا زال الشعب الفلسطيني متمسك ثابت مرابط صابر صامد على أرضه، ليس كما راهن الاحتلال أنه بعد مرور عدة عقود سينسى الشعب الفلسطيني. اليوم فيه نجدد العهد لشعبنا الفلسطيني، لأسرانا البواسل الذين يتعرضون لأعتى وأشرس هجمة صهيونية ضد أسرانا البواسل وتحديدا في سجن النقب، من أجل يعني تمرير يعني أو إخضاع أسرانا البواسل سجن النقب أو في السجون بشكل عام. نقول أن شعبنا الفلسطيني اليوم يعني رسالته للعالم، على العالم أن يتحمل مسؤوليات تجاه هذا الشعب الذي يتعرض للمجازر ناهيك عن المصادرة والاغتيالات والقتل، بالإضافة إلى ما يجري في المسجد الأقصى من أجل فرض سياسة الأمر الواقع. نقول في هذا المقام أن الشعب الفلسطيني في ظل الحصار، في ظل التعديات يعني المبالغ فيها من الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العنجهية الأمريكية التي يحاول تمرير فيها ما يسمى بصفقة القرن، الشعب الفلسطيني سيستمر في مقاومته وفي نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل الحرية والاستقلال. نقول في هذا المقام حيث نتوجه بالتحية لأسرانا البواسل، ونؤكد على دعم وإسناد أسرانا البواسل في مختلف محافظات الوطن بشكل عام، من أجل التأكيد على التفاف شعبنا الفلسطيني مع أسرانا الفلسطينيين، ومن أجل يعني إرسال رسالة للاحتلال أننا لن نكتفي بمسيرات تقليدية في مراكز المدن، سيخرج الشعب الفلسطيني إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيصال رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني لن يهدأ ولن يستكين حتى نيل الحرية والاستقلال. نعم، رفع علم فلسطين، ما يرفع هو الوحيد في هذه المسيرة وهذه الفعاليات، الدلالة هو التأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني وعلى قوى الشعب الفلسطيني والالتزام بالعلم الفلسطيني الذي تنطوي تحته جميع جماهير الشعب الفلسطيني وجميع فعاليات وقوى الشعب الفلسطيني. في هذا اليوم كان يجب ودائما أن يكون العلم الفلسطيني هو الذي يرفع وهو الذي يجب أن يكون دائما خفاقا. نعم، سؤالي الأخير، يأتي يعني تأتي الذكرى 43 ليوم الأرض في ظل الكثير من التحديات والضغوطات الدولية من سيما الأمريكية والإسرائيلية لتمرير صفقة القرن. يعني شعبنا الفلسطيني تعرض للعديد من المؤامرات اللي كان آخرها المؤامرة الأمريكية التي يحاول الأمريكان تمريرها من خلال الضغط على بعض الدول الشقيقة أو الدول الصديقة. الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني ممثلة بالرئيس محمود عباس هو صاحب كلمة الفصل في هذا الموضوع، وبالتالي لن تمر لا صفقة القرن ولا صفقة العصر إلا إذا كان هناك تحقيق كامل لقوانين أو لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وليس غير القدس الشريف، لا أبو ديس ولا غير أبو ديس. ونقول في هذا المقام أن الشعب الفلسطيني هو الذي قدم آلاف الشهداء وآلاف الأسرى، لا زال على استعداد أن يقدم آلاف الشهداء وآلاف الأسرى من أجل نيل الحرية والاستقلال. شكرا جزيلا لك الأخ موفق صحويل على هذه المعلومات. إذا أود تذكير زميلي إلى أن مسيرة الحركة الطلابية لجامعة بيرزيت قد بدأت ووصلت، الآن هناك تحرك للمسيرة باتجاه حاجز الدي سي او الذي أغلق بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال أمام حركة السير، وهذا الطريق الذي يخدم يعني آلاف المواطنين ذهابا وإيابا. من المتوقع بطبيعة الحال أن يتم الاعتداء على هذه المسيرة على هؤلاء المشاهدين
المشاركين بالكثير من العير المعدنية، الرصاص الحي، حدث ما شئت من أساليب القمع والعدوان. وأيضا أود التذكير أن هذه الفعالية، فعالية يوم الأرض، تأتي أيضا ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة التي تصادف أيضا في بعد شهرين من الآن. على أي حال المسيرة بدأت للتو، الآن المسيرة تتوجه باتجاه الحاجز، سيكون هناك اندلاع للمواجهات كما عهدنا، كما يعني عهدنا من الاحتلال أن يقوم بمطاردة وملاحقة هذه المسيرة. حجم المشاركة في هذه المسيرة زميلي تعدى، يعني دعني أقول 150 مواطنا حتى الآن، هي اللحظات الأولى، نتحدث عن الدقائق الأولى لوصول هذه المسيرة. وبالتالي كل ما يرفع في هذه المسيرة هو علم فلسطين، كما أشار يعني ضيفي قبل قليل في إشارة إلى الوحدة الوطنية والالتفاف حول المطالب. الوصول والدلالة لإحياء هذا اليوم هنا على المدخل الشمالي لمدينة البير، كما سائر محافظات الوطن، يأتي للتأكيد على مقولة أن الحق لا ولن يسقط بالتقادم. بالتأكيد سنبقى معك على تواصل دائم علي لمتابعة آخر مجريات هذه المسيرة، وأيضا حيث من المتوقع أن يقوم الاحتلال باعتدائها على هذه المسيرة كما في العادة، وعدم السماح من قبله لهذه المسيرة بالوصول إلى الحاجز. بطبيعة الحال سنتابع الصور التي تتوارد إلينا من إذن المدخل الشمالي لمدينة البيرة، والمسيرة التي تأتي في إطار إحياء ذكرى يوم الأرض 43. شكرا جزيلا لك علي دار علي، وبالتأكيد سنعود إليك ونتابع، سنبقى نتابع الصور التي تردنا من خلالك. الآن ننتقل إلى قطاع غزة، ومعنا من هناك الزميلة صفاء الهبيل التي تتواجد في شرق غزة على الحدود. أهلا بك صفاء. إذا صفاء، منذ أيام والدعوات مستمرة لإحياء هذه الفعالية بأعداد كبيرة على الحدود، وأيضا جرى هنالك أيضا بعد التفاهمات لإبعاد المواطنين عدة أيضا مسافة عن منطقة الحدود والسلك. إذا هذه الذكرى اليوم تأتي 43 ليوم الأرض، حشد ربما بأعداد كبيرة من قبل المواطنين، ما البرنامج الذي ربما أعد من قطاع غزة لإحياء هذه الذكرى؟ تفضل. نعم مالك، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. في هذه اللحظات وقبل ساعة من بدء فعاليات المسير السلمي الذي أعلن عن انطلاقه اليوم بعد صلاة الظهر مباشرة، بدأ وصول المواطنين والحشود بالقرب من السياج المعدني الفاصل، وبدأ أيضا جنود الاحتلال وقوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة النارية، وطبعا عايرة النار المطاطية تجاه المواطنين المحتشدين في هذه المنطقة التي نتواجد فيها نحن الآن، شرقي مدينة غزة، في المنطقة التي يطلق عليها محيط دوار ملكة. آلاف من المواطنين كما تشاهدونهم الآن على مقربة من السياج المعدني، وهذا السياج مالك الذي تم تجهيزه ليكون عبارة عن جدار معدني وجدار اسمنتي أيضا في الطبقات السفلى، هي الطبقات اسمنتي، وفي الطبقات العليا هي عبارة عن سياج معدني، جبات عسكرية ما لا يقل عن 7 جبات عسكرية تقوم بإطلاق رشقات من الغاز المسيل للدموع، تزامنا الآن مع سقوط أمطار وحلول المنخفض الجوي الذي أثر للحظات على توافد المواطنين، كون نزخات المطر كانت بشكل كبير جدا، ومن ثم عاد المتظاهرين السلميين للمشاركة في هذه الفعالية. وكما ذكرت يعني هناك حشودات كبيرة جدا في المنطقة التي نتواجد فيها نحن الآن، مع الأستاذ علاء السوسي فقط لنتحدث عن تجهيزات الصحة وتجهيزات أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني لنقل الإصابات، تجهيزات والمعدات الطبية وأيضا معدات الإسعاف الأولي، المشافي الميدانية أيضا، مع الأستاذ علاء السوسي مدير إسعاف غزة. أستاذ علاء مرحبا بكم، يعني اليوم هو يوم حافل، يوم إحياء لمسيرات الأرض ويوم الأرض الخالد، وهناك جماهير كبيرة يتظاهرون الآن هنا، تجهيزاتكم من معدات طبية، من سيارات إسعاف لنقل الشباب
من لا قدر الله في حال إصابتهم. أيضا ماذا عن المشافي الميدانية؟ تم بسم الله الرحمن الرحيم على أسس مدير مركز إسعاف غزة تم تجهيز 15 سيارة إسعاف في أرض الحدث لنقل الإصابات إلى نقطة طبية شرق ملكة. قام الهلال الأحمر بعمل نقطة طبية كبيرة منها التي تستوعب جميع الإصابات، ويوجد في النقطة الطبية عدة أطباء. من النقطة الطبية تم عمل غرفة ICU، خيمة ICU للتعامل مع الإصابات الحرجة برضو لكي نقلل الإصابات والحالات الوفاة والشهداء، نقلل من الأزمة التي عشناها في 14/5 الفاتت. فإحنا السنة هذه تم عمل الإجراءات اللازمة وجهزنا غرف لكي نخفف العبء على مستشفيات القطاع الموجودة في الشفا ومستشفى القدس. نعم، كم نقطة طبية الآن موجودة؟ في جميع القطاع تم 5 نقاط طبية، في جباليا وفي غزة وفي دير البلح وفي خان يونس وفي رفح، تم تجهيزهم بالكامل لكي نقلل العبء على مستشفيات القطاع الموجودة في القطاع. ماذا عن الإصابات؟ هل نقلت إصابات من هنا؟ قبل قليل كان هناك إطلاق لقنابل الغاز بشكل كبير جدا وهناك حديث عن إصابة. صحيح، تم إصابتين، إطلاق نار إطلاق غاز مباشر على الأرجل من قبل الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين الموجودة على شرق مدينة غزة. فقط فيما يتعلق بالشهيد، كانت هناك أخبار تتحدث عن أن الشهيد محمد سعد أصيب في المنطقة الشرقية منطقة أبو صفية، لكن تحدثت لي قبل قليل أنه نقل من هذه المنطقة التي نتواجد فيها نحن الآن. صحيح، تم نقل الشهيد من منطقة ملكة، إصابة مباشرة من الظهر طالعة من القلب، ونقله مباشرة إلى مستشفى الشفاء، كان شهيدا، وصل المستشفى شهيدا. شكرا جزيلا لك الأستاذ علاء السوسي مدير إسعاف غزة. إذن مالك، يعني الشهيد محمد سعد والذي يبلغ من العمر 20 عاما والذي ارتقى صباح هذا اليوم هو أول شهيد في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة السلمية، يشيع في هذه اللحظات وكنا نسمع صوت المسير الذي يشيع فيه جثمان الشهيد من منطقة الشجاعية حيث نحن على مقربة من هذه المنطقة. وهناك عدد من الإصابات أيضا نقلت من منطقة جحر الديك ومن محافظة خان يونس الزنة. هذه الإصابات هي إصابات متوسطة، ولكن صفاء نتابع هذه الصور حيث يركض المواطنون، على ماذا أو ما المسبب في ذلك؟ نعم، يعني هناك زخات كبيرة من الأمطار في هذه اللحظات يعني تسقط في المناطق الشرقية، ويأتي أيضا إن كنت تشاهد في المنطقة هناك، إن يعني استطاع زميل محمد أن يأتي لنا بهذه الصورة، يطلق القنابل وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع في اللحظات طبعا التي يتواجد بها المواطنين بشكل كبير جدا في هذه المنطقة المفتوحة، هي بعيدة عن الجدار الإسمنتي إلى حد ما، وهناك تواجد كبير كما ذكرت لجنود الاحتلال. أيضا نحن نشاهد هنا الإعلام العبري ووسائل الإعلام العبرية والإعلام الأجنبية الآن على إحدى التلال القريبة من هذا السياج المعدن من المناطق الشرقية، تقوم على ما يبدو بتوثيق الأحداث، وهناك ثكنات عسكرية جديدة هيئت وجهزت على ما يبدو لمواجهة المتظاهرين السلميين الذين يعني نزلوا إلى الميدان بشكل سلمي. حتى اللحظة كان هناك حديث على أن الشبان سيكونون على بعد ما يقارب 300 متر حسب الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة والقائمين على هذه الفعاليات السلمية، ولكن لم يتم التحكم بهؤلاء الشبان وهم يعلنون سلمياتهم بوجود طبعا عدد كبير جدا منهم. لم تشعل حتى هذه اللحظة سوى إطار واحد من إطارات الكوشوك أو الإطارات السيارات، فقط إطار واحد تم إشعاله، إلا أن جنود الاحتلال وقوات الاحتلال المتمركزين في المناطق الشرقية وفي الثكنات العسكرية مدججين بالأسلحة أطلقوا الرصاص بشكل كبير جدا على هذه المناطق. اللافت أيضا مالك أن هناك غاز جديد يتم استخدامه في المناطق الشرقية وهو غاز CR، يطلق عليه الغاز CR، هو غاز سام لونه أصفر يسبب تشنجات وحالة من التشنج بشكل كبير جدا، يشتبه
بأنه غاز مسرطن وغاز يسبب حالة عصبية شديدة وتشنج في الأعصاب لمن يتعرض لاستنشاقه. تأبى الاحتلال منذ مساء أمس الجمعة وعصر أمس وصباح هذا اليوم بإطلاقه تجاه هؤلاء الشبان. الهلال الأحمر الصحة بغزة أعلنت جهوزيتها بشكل كبير جدا لاستقبال لا قدر الله وجود أعداد من الإصابات. أقامت خيام، نعم صفاء، كما ذكر الأستاذ علاء هناك خمس مشافي ميدانية ناهيك عن وجود عدد كبير جدا من الإعلام المحلي والعربي والدولي لتغطية أحداث انتقال سلمية يوم في ذكرى مرور عام. نعم نعم صفاء، شكرا جزيلا لك صفاء الهبيل على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث إذا كنا نتابع هذه المواجهات ما بين المواطنين وأيضا جنود الاحتلال في هذه المسيرة السلمية، حيث تابعنا إذا هذه الصور للأعداد الكبيرة من المواطنين الذين ذهبوا إلى منطقة الحدود. الآن ننتقل إلى محمد أبو حطب شرق خان يونس. أهلا بك محمد، إذا ضعنا في صورة الحدث، أيضا لديك في أيضا هنالك مسيرات سلمية أخرى تتوجه نحو الحدود، إذا ما هل من ربما من إصابات نتجت عن هذه المواجهات؟ أيضا ما طبيعة البرنامج الذي تحمله خان يونس هذا اليوم؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. في الذكرى 43 ليوم الأرض وفي الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، بدأ المواطنون بالتوافد إلى المناطق الشرقية للمشاركة في مليونية العودة والتي تأتي في ذكرى يوم الأرض. الجماهير هنا تبدأ فعاليات يعني المسيرات السلمية تبدأ بعد الساعة الواحدة من بعد ظهر هذا اليوم. المواطنون يبدأون بالتوافد إلى هذه المنطقة الشرقية من خان يونس حيث المشاركات السلمية في الاحتجاجات. الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة هنا على كامل الشريط الحدودي لقطاع غزة، دفع بآليات عسكرية، قام بترميم السواتر الترابية وقام بوضع القلب والإسمنتية في محاولة لمنع الجماهير من الوصول والمشاركة في هذه الفعاليات السلمية في ذكرى يوم الأرض. أيضا هنا استعدادات كبيرة لدى الطواقم الطبية والإسعافات والنقاط الطبية في المنطقة، أيضا هنا استعداد كبير من قبل الصحفيين ووكالات الأنباء لتغطية فعاليات هذا اليوم. صباح هذا اليوم جنود الاحتلال أطلقوا قذيفة شرق مدينة غزة، وإحدى شظايا هذه القذيفة أصابت المواطن محمد سعد 22 عاما وأدت إلى ارتقائه شهيدا. الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة دعت جماهير شعبنا إلى المشاركة في تشييع الجثمان الشهيد بعد صلاة الظهر مباشرة. أيضا الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة دعت جماهير شعبنا إلى الحفاظ على سلمية هذه المسيرات وعدم الانجرار وراء التصعيد الإسرائيلي الذي يعني يفتك بأبناء شعبنا والذي يقوم بإطلاق الرصاص المتفجر والغازات السامة. قبل قليل جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص باتجاه البالونات التي يلقيها الشبان باتجاه الأراضي المحتلة عام 48. حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك إصابات في هذه المنطقة، ولكن يوجد توافد من المواطنين للمشاركة في هذه الاحتجاجات السلمية التي تبدأ ذروتها بعد الساعة الواحدة وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء. إليك مالك. يونس شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذا ما زلنا نتابع هذه الصور التي تريدنا من مدخل البيرة الشمالي، حيث المواجهات التي تندلع هناك، وأيضا نتابع هذه الصور التي تصلنا من هناك أيضا في الذكرى 43 ليوم الأرض الفلسطيني، ونتابع في هذه الصور أيضا المسيرات التي توجهت باتجاه الحدود الشرقية لقطاع غزة في المحافظات في محافظات غزة كافة، حيث تم الدعوة لمسيرات العودة السلمية
والتي احتشد لها الآلاف من أبناء شعبنا. نتابع في تغطيتنا مشاهدينا الكرام مع شبكة مراسلين التي تتوارد إلينا تباعا، وستكون بعد قليل في تغطية الذكرى 43 ليوم الأرض، حيث نتحدث عن هذا اليوم الذي أصدرت فيه سلطات الاحتلال في عام 1976 قرارا بمصادرة 21 ألف دنم، أي 21 كيلومتر مربع من أراضي قرى عرابة وسخنين ودير حنة وعرب السواعد وأيضا غيرها من مناطق الجليل. ونتابع التي حاولت سلطات الاحتلال وقتها تخصيصها لإعلان أو تخصيصها للمستوطنات الصهيونية في سياق مخطط تهويد الجليل. ترافق هذا القرار بإعلان حظر التجوال على القرى الفلسطينية في منطقة الجليل في ذلك اليوم، فيما تم إعلان الإضراب الشامل في 30 آذار احتجاجا على سياسة مصادرة الأراضي العربية، ليخرج بعدها الآلاف في مظاهرات جابت أنحاء البلدات العربية المحتلة وانضموا إلى الإضراب، فيما حدث هنالك إضرابات تضامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات. كان رد سلطات الاحتلال في ذلك الوقت كما في هذا اليوم العنف المستمر كالعادة، فقد واجه صدور الرجال والشبان العارية بالرصاص الحي، كما اجتاحت قوته مدعومة بالدبابات والمجنزرات القرى الفلسطينية والبلدات العربية، وأخذت بإطلاق النار عشوائيا، فارتقى الشهيد خير ياسين من قرية عرابة، ثم ارتقى 5 شهداء آخرين هم خضر خلايلة وخديجة شوهنة ورجاء أبو ربا من قرية سخنين والشهيد محسن طه من قرية كفر كنة والشهيد رأفت الزهيري من قرية عين شمس واستشهد في الطيبة. هنالك أبعاد ودلالات مشاهدينا الكرام يحملها هذا اليوم وهو يوم الأرض الفلسطيني، حيث كانت الأرض مصدرا هاما لانتماء الفلسطينيين إليها، وهو ما يفسر رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتزاع هذا الانتماء بكافة الوسائل. وأيضا يدل أن الاحتجاجات ضد سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية من قبل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كانت محدودة قبل عام 1970، وذلك بسبب مجموعة من العوامل كان أبرزها الحكم العسكري على مناطقهم وأيضا الفقر وأيضا العزلة والتجزؤ، رغم إحساس الفلسطينيين بالخطر المحدق نتيجة سلب أراضيهم المتواصل ودفعهم للتحرك بشكل جماعي ومنظم. فيما اعتبر المراقبون أن إعلان الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وبمثابة أول تحدي من قبل الفلسطينيين لسلطات الاحتلال الفلسطينية منذ 1948 عفوا كان الإضراب عام 1976، إن يوم الأرض شكل محطة محورية ونقطة انطلاق مركزية في النضال ضد سياسة التمييز العنصري والاقتلاع الذي انطلق بعد النكبة الفلسطينية. مشاهدينا نذهب الآن لنرفع على حضراتكم آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس المحتلة وضواحيها، ثم نتابع هذه التغطية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا رب الصلاة حي على الصلاة قبل الله طاعتكم مشاهدينا الكرام. نستكمل معكم إذن التغطية في الذكرى 43 يوم الأرض الفلسطينية، هذا اليوم الذي يحييه الفلسطينيون على مناطق التماس المختلفة في المناطق الفلسطينية المتعددة أيضا من حواجز وأيضا نقاط تماس متعددة. كنا نتحدث مع شبكة مراسلين قبل قليل، والآن سنستكمل هذه التغطية في ما تصلنا هذه الصور من خان يونس وشرق خان يونس، حيث مسيرات العودة المستمرة والتي نتحدث فيها أو نتحدث من خلالها مع الزميلة صفاء الهبيل التي ربما ستعود إلينا الآن. أهلا بك من جديد صفاء، لو تضعينا في صورة آخر التطورات في المنطقة التي تتواجدين بها. نعم مالك، وسط تقديرات بأن يزداد عدد المشاركين في هذه المسيرات التي انطلقت منذ صباح اليوم تحديدا الساعة 6:30 بدأ توافد المشاركين للتظاهر سلميا على طول المناطق الشرقية. في منطقة ملكة استشهد أول شهداء مسيرات العودة السلمية في عامها الثاني وفي ذكرى يوم الأرض الخالد، وهناك توافد أيضا لأعداد كبيرة جدا من
الشبان والمواطنين والنسوة أيضا، هناك تواجد ووجود ملحوظ لهم في منطقة شرق ملكة. في هذه اللحظات يؤدي المتظاهرين والمشاركين هنا صلاة الظهر، ومن ثم سوف تبدأ وتنطلق سلسلة فعاليات هذا اليوم. وكما ذكرت يعني هناك فقرات عدة قررت الهيئة الوطنية العليا، ولكنها في الجانب الآخر من هذه المنطقة. أما في الجانب الذي نتواجد فيه نحن الآن، حيث سيارات الإسعاف وعلى أهبة الاستعداد مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية أيضا تقوم بنقل هذه الأحداث، وهي فرصة مهمة جدا للصحفيين ولوسائل الإعلام أن تكون هناك صورة لتنقل لوسائل الإعلام عبر العالم أجمع، لتكوين طبعا رأي عام دولي يتعلق بسلمية هذه المظاهرات، ويدحض الرواية الإسرائيلية التي يؤكد مرارا وتكرارا بأنها ليست مسيرات سلمية. الآن يطلق قنابل وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المنطقة التي نتواجد فيها، قنابل الغاز تطلق بشكل كبير جدا على ما يبدو مع اقتراب الشبان لمنطقة السياج المعدني. وقد حذر الاحتلال المواطنين من الاقتراب، وفي ذات الوقت أيضا كان يطلق الرصاص بشكل كبير جدا في ساعات الصباح الأولى. هناك حديث عن ضبط للأعصاب كما تحدث الإعلام العبري، يحاول جنود الاحتلال أن يضبطوا أعصابهم تجاه سلمية هذه المسيرات، وهو ما يناقض نفسه عبر وسائل الإعلام العبرية بأن هذه المسيرات ستكون ليست سلمية. في هذه اللحظات هناك رشقات كبيرة من الغاز المسيل للدموع تجاه وسائل الإعلام وسيارات البث المباشرة، يعني على ما يبدو بأنه محاولة لحجب الصورة ولجعل وسائل الإعلام على الأقل يتأثرون بفعل الغاز. كما تشاهدون الآن هذه القنابل تؤثر بشكل كبير جدا على حياة المواطن. وكما ذكرت مالك أنه هناك يعني نوع آخر من الغاز، وهو الغاز الأصفر، غاز سي آر، هو غاز مسيل للدموع يسبب الشلل المؤقت ويتسبب أيضا في تهيج شديد للجلد وخاصة المناطق الرطبة في الجسم. وكما ذكر أيضا الهلال الأحمر بأن هذا الغاز يتسبب في حدوث عمى مؤقت وسعال وصعوبة في التنفس وحالات من الهلع والخوف من صعوبة التنفس. هذا الغاز المحرم دوليا يطلق على هذه المسيرات السلمية، يطلق على وسائل الإعلام لمنعها من نقل الحقيقة. وكان هناك حديث بالأمس يعني مالك أن الاحتلال أبلغ الوفد المصري الموجود الآن أيضا في المنطقة بالموافقة على عدة مطالب، ولكنه في ذات الوقت يخالف نفسه ويناقض نفسه باستخدام العنف والعنف المفرط، ويطلق الرصاص بشكل كبير جدا تجاه المشاركين في هذه المسيرات في ذكرى يوم الأرض. نعم صفاء، سنبقى معك، ولكن الآن ننتقل إلى بيروت، ومعنا من هناك زميلة زينة عبد الصمد. أهلا بك زينة، معنا في مراسلونا في الميدان في الذكرى 43 ليوم الأرض الفلسطيني. كيف يحييه أبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وما دلالات هذا اليوم بالنسبة لأبناء شعبنا هناك؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. بداية، نحن متواجدون الآن على هامش إحياء يوم التراث الوطني الفلسطيني في منطقة الحمراء الذي يقام في حفل وجمع فلسطيني لبناني. إذا هذا الحدث هو واحد من سلسلة فعاليات تشهدها الساحة اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية والمحافظات. هو يوم طويل انطلق مبكرا في لبنان، مجبول فيه الألم بالانسلاخ عن الأرض التي هجروا منها ذات 48
40 والأمل بالعودة إليها بهمة القيادة الوطنية والمشروع الوطني الذي يظلل شعبنا في لبنان من خلال منظمة التحرير. طبعا إذا يوم طويل كما قلنا تنقسم فيها الفعاليات أو تأخذ منحيين. القسم الأول هو هذا المشهد التراثي من خلال معارض تراثية ومقتنيات تراثية في متناول أبناء شعبنا وأيضا اللبنانيين المتواجدين في بيروت وفي مختلف المناطق. المنحى الآخر الذي أخذته الفعاليات اليوم وتتواصل حتى يوم غد هو الوقفات التضامنية التي دعت إليها حركة فتح، وقبل قليل كان أقيم وقفة أو اعتصام تضامني مع القيادة رفضا للقرار الأمريكي، رفضا لصفقة القرن نفذتها حركة فتح في مخيم عين الحلوة. هو مشهد جامع، هو في الأصل مناسبة ذات طابع تراثي، إنما حوله أبناء شعبنا ومنظمة التحرير في لبنان إلى مناسبة ومحطة وطنية يؤكدون فيها التمسك بالعودة إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها. يؤكدون أن لا صفقات ولا مؤامرات تقف في وجه الحق الفلسطيني. عم زينة، بالنسبة لأبناء شعبنا هناك في كل هذه السنوات التي أيضا بدأت منذ عام 1948 عندما طرد معظم هؤلاء الفلسطينيون من مناطقهم وأراضيهم، وحتى يومنا هذا هذه في المحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وأيضا فرض صفقة القرن، ما أهمية هذا المطلب ونحن نتابع في عدة مناطق أيضا والاحتفاظ ب حق العودة، ما أهمية هذا المطلب بالنسبة للفلسطينيين؟ نعم، في الواقع يحمل أهمية كبرى هذه المناسبة اليوم. هي ليست محطة لتجديد العهد والوعد بالتمسك بهذه الأرض التي هجروا منها، إنما أيضا هي رسالة في مختلف الاتجاهات يطلقها أبناء شعبنا في مخيمات لبنان. الرسالة الأولى هي لأهلهم على أرض الوطن، للقدس، للضفة الغربية، للمحافظات الجنوبية، للداخل في 48، ليؤكدوا الالتحام بين أبناء الشعب الواحد وإن كان تمزق بفعل الجغرافيا. الرسالة الأخرى هي للمجتمع العربي الرحب، تأكيدا على محورية القضية الفلسطينية رغم كل التحديات والصعوبات التي يعانيها المجتمع العربي والحروب والضائقة التي يرزح تحتها المواطن العربي، لتعيد فلسطين في الشتات، لتؤكد محورية قضيتها. الرسالة الثالثة هي للمجتمع الدولي بالالتفات إلى القرارات الدولية التي تتفلت منها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شعب متمسك بالحق بحق العودة إلى أرضه وفق القرار 194، هناك عدد كبير من القرارات التي تنتهكها إسرائيل والولايات المتحدة، هناك دعم لوكالة الإنروا يجب أن يكون على قدر المستوى، على قدر حاجة أبناء شعبنا في مخيمات لبنان. إذا كما قلنا هي رسائل في مختلف الاتجاهات يطلقها أبناء شعبنا اليوم في يوم الأرض. كما في كل المناسبات الوطنية أبناء شعبنا جاهزون ليكونوا على قدر المسؤولية، ليرفعوا صوتهم ويؤكدوا أنهم جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة الوطنية، وفي يوم الأرض يؤكدون أكثر من أي وقت مضى أن هذه الأرض هي أرضهم وسوف يعودون إليها، لأن هذا الحق هو يقول كذلك. شكرا جزيلا لك إذا زينة عبد الصمد، كنت معنا من بيروت على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق أيضا بأحياء الفلسطينيين من أبناء شعبنا في الشتات للذكرى 43 يوم الأرض. الآن ننتقل من جديد إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة مع الزميل علي دار علي واستمرار المواجهات في المنطقة هناك. علي، إن كنت تستمع إلي وكنت معنا، إذا تابعنا اقتحام من قبل جنود الاحتلال للمنطقة التي تتواجدون بها ثم العودة، إذا ما هي أبرز الأمور؟ هل نتج عن هذه أو هذا الاقتحام أي من الإصابات؟ علي، كنت تستمع؟ نعم، كان هناك زميلي طبعاً. إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط قبل قليل، قامت قوات الاحتلال بدهم بدهم هذا المكان ومطاردة الشبان الذين رفقوا قوات الاحتلال بالحجارة. أيضا قوات الاحتلال اعتدت ليس فقط بالقنابل الصوتية والقنابل الغازية والعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وإنما أيضا برش المشاركين بالمياه العادمة، وهو ما سبب أيضا حالات اختناق في صفوف المواطنين، عشرات حالات الاختناق، وما زالت هذه المسيرة مستمرة ومتواصلة رغم هطول الأمطار ورغم برودة الأجواء، رغم برودة الطقس، لأن الفلسطيني هنا على المدخل الشمالي لمدينة البيري يصر على إيصال هذه الرسالة، رسالة التحدي، رسالة الصمود، رسالة الأرض
التي يقوم الاحتلال باغتصابها يوميا، بمصادرتها، بعمليات الاستيطان، وحدث ما شئت. ايضا اود تذكير زميلي الى ان هناك في يوم الارض كان هناك اعتداء من قبل القطعان المستوطنين على عائلة في قرية جيبيا الى الشمال الغربي من محافظة رام الله والبير. اصيبت الام بحالات من رضوض وكسور نتيجة اعتداء مستوطني مستوطنة حلميش عليها وعلى المركبة التي كانت تستقلها. كان هناك ايضا تهشيم لغزارة الأمطار قوية جدا هنا زميلي، على أي حال تكسير الزجاج المركبة، وبالتالي تم نقلها إلى أحد المشافي القريبة في المنطقة لتلقي العلاج. الشبان الآن يعني ربما هدأت وتيرة المواجهات نسبيا زميلي نظرا للظروف يعني الطبيعية، ظروف الطقس، ولكن ستعود وتكون بحدة ووتيرة أقوى من الآن بعد هدوء نسبيا الأمطار التي تنهمر وتتساقط.